لغاية الآن ما وصلنا إشي رسمي من قبل لا الاحتلال ولا من الجهات الرسمية عندنا في فلسطين. الآن كل المعلومات اللي وصلتنا من معلومة من منسقة الصحة اسمها داليا أعتقد، بلغت الصحة في طول كرم أنه في شهيد من بيت ليد اسمه سمير أحمد حميدي. الآن إحنا نبحث عن الحقيقة مش قادرين نوصلها. ذهبت اليوم أنا الصبح إلى مكان اللي هو الدي سي او بمعنى او مكتب الارتباط في على معبر ارتاح، ابلغونا انه هذول الان معطلين ليوم الاحد ما في دوام. يعني رجعنا بخفي احنا ما عندنا اي معلومه نهائيا عما حصل لغايه الان، هل هو اسير هو شهيد يعني طلع بعرفش ايش يعني، زي هو زي ما بيدعوا انه حامل كنيه مالوتوف، شو حامل ما بعرف لحتى الآن يعني، زي يعني ما بنعرف شو الحقيقة حقيقته يعني، هل هو مستشهد هل هو جريح، وصلنا لجهة يعني أي جهات الصليب ما وصلنا لطي يعني لحل إنه وين هو موجود أو حد أرشدنا. إحنا بتخبط يعني، هل هو شهيد أو هو جريح، فهم؟ فهذه الحالة يعني مرهقة للإنسان، شاب لا أنت عارف لا أنت عارف، مرة ممكن تقول إنه شهيد ومرة انك تقول جريح. ما عندنا اي معلومة غير انه ابننا استشهد بناء على المعلومات احنا من امبارح من بعد وداع المغرب الى الان احنا بعدها حكيك، حتى اننا نرتاح نقدر نرتاح نعرف انه وصل ابننا وين وصل.